المنافسة مستمرة واكتشاف المزيد من الخفايا بشخصية جنى وعلي كمان مستمرة. خلينا نشوف شو سر قوة علي وشو نقطة ضعف جنى. التفاصيل بهالريبورت. العالم العربي كله لازم يعرف انه اذا شي نهار انقطع من سوق الشاي الاخضر بكون الحق على علي محمود. علي بيشرب شاي كل 3 دقائق. انا بشرب شاي كثير عشان انا بحب احافظ على صحتي. العضلات طبعا. سمعت ان الشاي الاخضر مفيد جدا. يعني بحاول احافظ على نفسي كراكس مش بايدي والله. في حاجه العالم العربي لازم يعرفها عن جنى، ان هي بتحاول كتير ان هي تبين ان هي شخصيتها قويه شديده، بس اعتقد يعني ان هي ارق من كده يعني وحساسه اكتر. انا حاسس ان هي يعني بتحاول تخبي ضعفها ومش عارف ليه. يعني مرات اذا انت بتصدق انك قوي بعتقد فيك تتخطى اشياء اكتر من اذا بتصدق انك ضعيف، بس هذا الشيء مش عطول بيزبط. هي جدعة يعني، واحنا عندنا البنات الجدعة يعني بنقدرهم كتير قوي بميت راجل. Last week you were dancing the Paso Doble, very serious dance. Now this week you're going to be dancing the Charleston. Now the Charleston is a really high energy dance. I want you to be a little bit silly and I really want you to come out of your shell this week. So I really want the people to see a different side to both of you. That's it. So, okay, let's go and pull funny faces. The Charleston is really just a fun dance. There's also a lot of technique to it, which is very different from classical technique. Good, but Ali let go more. Technique كتير صعب، سريع، ستايل مختلف تماما. So جانا try keep your knees together. في قصص كتير غريبة لقلم، مثل انه خلي ركبي هيك مع بعض ولا جوا. يعني نحن الدانسرز الكلاسيك معودين انه ركبنا يكونوا مع بعض بس لبرا. I don't know what I'm doing with my legs. Give me a really stupid fake, that's it. Character-wise, really, I want them to be over the top, nearly like a cartoon character. Yeah. تمارين الأسبوع دوت كانت مضحكة كتير، لأن إحنا بنشتغل مش بس على التكنيك، بنشتغل على الفيس. Change and change, good and change. كثير مبسوطة مع علي، هو عم بضحكني وأنا مشان هيك عم بضحك بالرأس. This is the dance to be silly. I really want them to feel, you know, the fun feeling of it, especially for Jana being in the bottom two for the past 2 weeks. It's really kind of crushed her spirit a little bit. تعبت. صار لي 3 جمعة. فما بعرف إذا الشخصية تبع هذه الجمعة رح تحبب العالم فيي. أنا عايز أغير لها الإحساس دوت وتركز أكتر في المسابقة، ما تفكرش في أي حاجة تانية. إن شاء الله بوعدكم الأسبوع دوت إن أنتوا تتبسطوا تفرحوا بينا أنا وجنى. لأول مرة على مسرح So You Think You Can Dance يلا نرقص، رح نشوف نوع جديد من الرقص استعراضي وخفيف. A little party never killed nobody. جنى يونس وعلي محمود بالتشارلستون. I ain't got time for you baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind sweet baby. Right here, right now is all we got. A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop, drop, drop. A little party never killed nobody. Right here, right now is all we got. We'll be right back.
الفرحة جانا وعلي كنتوا كتير مهضومين. تفضلوا لعندي. بدي أشكر إيفانا أوستروفسكي. It was really fun to watch. Very enjoyable, إيفانا. Thank you. خلينا نسمع رأي اللجنة ومنبدأ مع ميرا سماحة. فرح، هضامة، كيوتنس، كلنا بالجوري اليوم بفتكر كلنا. كلنا عم نتبسم وعم نهز محلنا. جانا رقصة سريعة بشكل مش طبيعي، شوي فقدت الخفية بالإجرين بالآخر، بفهم هالشي بس مضطرين نحافظ عليها. علي يعني إكسبريشن كاركترايزيشن مش معقولة. إكسلنت دانس. زقفة لإلهم أكيد. شكرا ميرا شان. It's Hollywood night tonight. هيدي الرقصة كثير بتعني لي لأنه هيدي تعلمتها أنا من تيتا كنت صغير. تشارلستون. علي وجانا اليوم فريش. قولوا فريش. 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 اوكي. أول مرة بشوفك علي هيك. أول مرة بشوفك عن جد يعني أول مرة بشوفك بالبروجرام هيك. كثير مبسوط منك. جانا التقدم بالحملات اليوم شايفك أخف بكثير من كل الأيام بكل الحملات. برافو. ثانك يو. لحظة ما سمعت شو قالت لك، شو قلتي له؟ ضعفت. ضعفت من هيك ضعفتي بتعقدي. شكرا شال نلي. انا فرحانه اني شارلز اخيرا في حاجه عجبته بصراحه يعني. واضح ان هو عجبه شارلستون عشان اتعلموا من تيتا وسموه شارلز عشان كده. فيها وجهه نظر هيدي حلوه بقى. ميرسي لتيتا. عايزه اعترف ان انا المره اللي فاتت لما شفتكم كنت قلت ايه في عقل بالي يعني ما قلتش لحد، حسيت انكم مش لايقين على بعض. انا بتاسف لكم لان انتوا النهارده لايقين على بعض جدا 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 والرقصه فظيعه حقيقي. الرقصه لايقه عليكم وبعدين طلعت منكم حاجه ما كنتش متوقعاها، طلعت منكم كوميديا. يمكن جانا طول الوقت ايه باسادوبل ومعتمده على حاجات دراما اكتر. علي يا حبيبي ما لحقش يعني كل مره بيعمل حاجات وطنيه، المره دي لا بجد انت ممثل كوميدي فظيع، الاكسبريشنز بتاعتك لذيذه على المسرح فاهم. انا بصراحه الحته بتاعت الرجلين دي ما شفتهاش، انا كنت ببص عليكم ومستمتعه الرقصه اللي انتوا بتعملوها. برافو. شكرا نالي. بيير. Wonderful wonderful fun. This dance suited you so well. Your personalities came through so so strong. Jana, please, when you do the over, when you're in his arms, again, stretch your ankles for a better line. Ali, you were fantastic. I couldn't stop looking at both of you. Really, I enjoyed this very, very much. إذن عم بقول إنه كتير مسلية الرقصة كتير حبة، برزت شخصيتكم طريقة كتير حلوة ولبقتلكم. جانا عم بقول بفضل لو كان في امتداد أكتر بإجريكي علي كتير حبك وانبسط فيكم اثنيناتكم كتير. Thank you, Pierre. وشكرا لجنتنا الكريمة على ملاحظاتكم الدقيقة والقيمة. إذا حابين تابعوا آخر أخبار وصور الرقصين تواصلوا معهم عبر الفيسبوك. وهلأ بنقرأ سوا آخر التويت على تويتر اللي وصلوا على آت يلا نرقص. جانا and علي are so cute and energetic got my mood up. لكن جانا وعلي كتير مهضومين وكلكم طاقة غيرتوا لها مزاجها لأليسا. تاني تويت واو when I see you guys dancing I feel happiness entering my heart so awesome you two. واو بس تشوفكم عم ترقصوا سيندي بتفرح قلبها بيفرح وانتو بتعقدوا اثنيناتكم. مشاهدينا اذا مصيرين كل المشتركين مصير كل المشتركين ومصير جنى وعلي متوقف على تصويتكم. اذا حابين يكمل هالثنائي معنا ابعتوا يلا واحد لجنى وشجعوها تحقق حلمها. ولا يكمل علي بعتوا يلا 12 من خلال رسالة SMS. بذكركم بالأرقام من لبنان على 1068 ومن مصر على 94-71. وإذا ما بتعرفوا الأرقام المخصصة لكل بلد بالعالم فيكن تلاقوها على موقع MTV أو موقع قناة Fox Movies أو فيكن تختاروا تصوتوا عبر الموبايل أبليكيشن يلا نرقص. جانا وعلي صار فيكم تروحوا ترتاحوا. بتمنى لكم كل التوفيق.